اتصالات المغرب المسلسل الرسمي للفريق الوطني. قاموا في روسيا صار حكرا على الأقوياء، المنتخبات التي امتلكت عقلية الفوز وأظهرت الجودة اللازمة من أجل التنافس على اللقب العالمي. وفي ربع النهائي سنفقد بعضا منها، بداية من الخاسر من موقعة الأوروغواي وفرنسا، منتخبان بتقاليد كبيرة في هذه المسابقة. الأوروغواي بقوتها البدنية المعهودة وبمدربها أوسكار تافاريز الذي يخوض رابع مونديال له، تواجه منتخبا فرنسيا شابا يعتمد على غريزمان وخاصة كيليان مبابي الذي قدم عرضا خرافيا أمام الأرجنتين. منتخب آخر ينتظره الجميع هو منتخب تيتي البرازيل، التي وكعادتها تمتلك سحرا هجوميا يضمنه نيمار، كوتينيو وويليان، لكن أيضا تمتلك صلابة دفاعية تحسد عليها، بداية من حارس روما الإيطالي أليسون، مرورا بثنائي ميراندا وتياغو سيلفا، وأمامهم ستار دفاعي اسمه كازيميرو سيغيب عن مواجهة بلجيكا. البرازيل تجد إذن في طريقها المنتخب البلجيكي، التي وإن عانت هذه النخبة أمام اليابان في الدور السابق إلا أنها تبقى منتخب ممتع مع أزار مارتينس ولوكاكو، دون أن ننسى دوبروين. بلجيكا تمثل عقبة حقيقية لأي منافس، وإن كان طريق هذه المنتخبات يبدو صعبا ومعقدا، لأن الطريق الآخر الذي من المنتظر أن يقطعه المنتخب الإنجليزي يبقى أقل حدة. إنجلترا ستواجه السويد، منتخب الأسود الثلاثة يبحث عن الوصول للمربع الأخير للمرة الأولى منذ مونديال إيطاليا 90. أما السويد فقد بلغت المنشود، ما يأتي بعد الربع هو نجاح يفوق كل التوقعات. أما آخر مباريات الربع هي تلك التي تضع روسيا في مواجهة كرواتيا. أصحاب الأرض بعد هزمهم للإسبان صار بإمكانهم فعل كل شيء. أمام كرواتيا المهمة صعبة لكنها ليست بالمستحيلة. إذن هل سيحترم المنطق في مونديال روسيا ابتداء من دور الربع النهائي، أم هل تستمر كأس العالم هنا بروسيا في تكذيب كل التوقعات؟ من مونديال روسيا، جلال بوزرارة، ساعة المونديال، ميديان تيفي. اتصالات المغرب المسلسل الرسمي للفريق الوطني.